كوحدي كلاماني كفتان كبادني ورياي 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 عيان لكل مون كوهيستاي كوحدي كلاماني كفتان كبادني عيان لكل مون كوهيستاي أنا هلكوبيو وأكو تاني غجري وأكو هستاتون غطان وقليل مات ورقيت كي كلامان ملغة بسادة واكن سكريو كبعية كيسي وسكريو مدحو كفراكو الحرم مغلية هداد مانتا نوكا انت قيت كي هذا كلامان كبعيو لكل مي ورياي 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 ككو بحنتو دوي كل شيء هذا كلامان قريو لكل ما ككو بحنتو دوي كل شيء وار كلاماني نفع سيحاني سلاة دهورتيت سلعي ساسدان لرهضة ورنمي أكو بياسن شاكو هيتان جيكا هاكتونا مدقا نفرون لانك يا رجل يهاي مدقا ينوع بفرون يارغيه وركو بعيا مدقا نفرون وحا وقدم بيسي إنا المريحة لكتان كودة وانايا وحاق الدمركا أها ورفا يستوجين كي قل مدقا وكهالي وربو قل مدقا مفا يوميكا وده حتى حقا يسكولا ودان والدي يدبال دقا ورقل مدقا مانتا يدبال دقا مدناكو جرتاي عيدا كحوة قدلكو تايدقا والا يابا بوتكا قلتو مدينا اريا ورمو قاتا مانتا وعي فاستدودة تاي عيدا كبوليسكا صوماليا بوليسكي بلشاد ويسو باهين ملايري وعبد الله سكان ورينا شيكذا هيك قصينينه ما أنت دتك ديجان كي يكمان دوسك الصومالي واسكاشنا يروح لوريجين عز ويني مسجواي علان البوري يقل هريرنا وكل عليان حتى أنت أسي وقبل كقل جدود قبل كمدوك نروح لوريجين عيدنكو تولوين بدن أو حرر دير هوستك بورط يعجوز نحاي كينا كده على ليري ورقدوم باكل عجرة شذا حقا قدوم بيني خواريش تقلب تيد دكتان أبيت جابوا بيني كنا ذا دكتين بيهدر قرانا يعنين وربشير ومركا حتى يعنين لا ذا هاي ما أنتوا كلام ماذا حنا فرنا حتكون دي ذي سي وهذا كلام أنا وحال مودي شري إن مركا لإني كم قيدت كايدن حمتانة شو أنا إذا لتشو قابض حن بابا هيك قد كتير لكن هذا اللي كنت رشاد الشيء كذا الشباب كواحد ليه لا قرسي يا هيري سكو جورا عن قام هودا قرسي يا هيري سكو جورا عن قام هودا وهذا وقرنا يعني نوح كلو اللي يدي وعندم باقو ما ذيكو كموز فليسن وقر سوري لاي وحيكا قدايا قشي قودي وي حدا 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 قوري قودي باي أريانا سميكي عبدالله بوحا ويري هو دادنا عبا سيدي توقاك عي دوركا ودقان يهين دادنا عبا سيدي توقاك عي دوركا ودقان يهين عبدالله سميكي عبدالله ورمها يه دوركي يبا كنو لالا يهينو ينبات كوايين سي دوركا كنو لانا يعني ما يقع اسكالي قربو داير كهيلب كودو عنا يواكو دير سديبا الويل وركلام عني ورمها يسيني مانتا ملعوينو وحو كغيب قلي عيدان كبوليسكا صوماليات او سديت تنجير سدي سند غورادودي وروابد دقوبين او صوماليا لخدان سنه خره ايغو ما كوينيين فرماجي كوين سده انسيده واي ايدنك اي صوماليا اني كرامو سده انسيده وايري وربو بولسكو ما يرهدان غورتو مدحوينو تغي ايدان امنيمو لو ابابلي او بوليس وا امان عن شحن الى لنا اخلاق دان دورا دمبيلهان اكتيدا كبر اغون وركا نغه دخغلين مدحوينو و خو يري ايدنك بوليسكا ابنغي دلك مانتا و خي كدنب ciidamada qalabka sidee Soomaaliyada la wareegay ayee ma la afgambiye baa war hadda Cabdulow bisha December October maaha war malaha kala maanay jeelka koor ciyaaraysan baan u maleynaya buda wariya station ka maayay kale way diaslanka hilgaad ee dagaad yaa leeray war kala maanay malaha xabsigaad u xisteena waxa la yiri jacbur gobay suugaan jajab hadal la janjana jacayl iyo naxay booda socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeeda iyo heesa jabal jana intaas oo iswada jirsan baad jid u sameysane kaftanka iyo xaqiiqada jirtaadooda jilaysane su'aal iyo jawaab wada socda jiib ku qari saane jambal baad dhigaysaan hadana way iska jiidaane jilacu ayaa doonaysan jeerkan kala maane waa jeel albaabkii waxaad wada jugeysane alle ilaa jidkiisi ayaa dhab ugu jeedaane ka joogsada tareenkan qof gali looma joojiye ariga gorgoro waadiga noo hanjabay maamada baa ku soo diray war sida xeer ku qabar ruux bad galay waa la xiraya war walaweynay horta jeelkiina liinta ma lagu cabaa warba waanu kala maan waxaanu maleenahay jambal asxaabtay jinbay hagbad kula jidha haye anna bashiir oo muhiidin warbaacmiya ku soo wacay war nimankiina noo hanjabay war moogaatiina madaxweynuhu markuu maanta booliska la hadlay wuxuu yiri inta hadasho oo sida xun u hadasho oo aan wanaag ilaahay tusin
warxumadoodu waxay san iyaga ka dhibin naga dhibin maysa yaan far loo qaadin laakiin intii ficil had gudub ah samaysa talaab sharci ah laga qaado marka kala ma way iska hadashaa hadalna madaxweynaha ba fasaxay war dad falanaatiin waxna leedin ma sheegay kara warka madaxweynaha ana idin waday abniga dalka maanta kadib mas'uuladiisu waa adin ku yiri sababtoo ah madaxweynaha saddexaad ee rayida ee madaxtooyada Soomaaliya ciidan Soomaaliyeed ku ilaalshaan maanta jooga warba waadan cadeey Cabdirashiid gartay xasan sheekhna waa ka hadhaya hadda Cabdi Qasim ayaa ciidan sheegay ilaalin jiray war Bashiir oo madaxweyne rayida oo madaxtooyada degan baa laga hadlayaa Cabdi Qasim xaafad lambar 4 ku taalo deganaa oo hadda madaxweyne Maxamed Siyaad oo 22 sano joogay miya ajnabi ilaalin jiray war madaxweyne rayida lagu sheegay madaxweyne Maxamed Siyaad barre asaga ciidan ahaa war walaweyn afkiin iyo dhigiin isma maqlaan oo kaliyin baa sheekaystay madaxweyne Muuse Bihi ajnabi waligii ma ilaalin oo hadda madaxweyne dani baa ajnabi ilaalin haya haye markii nimba goofkiisa caagada u biyeesan jireen gaarteen madaxweynu wuxuu kala yiri xurqabteen hubka Soomaaliya waa laga qaaday waxaan rajaynayaa maanta kadib inaad hubka iyo qalabka aad u baahan tihiin haysiin waxaan la idin ka rabaa Soomaaliyo amaana hadda ninkay ku hartay hawl haysaa ama isku hadlaynina waa tagtay buu yiri war madaxweynu ciidanka booliska uu la hadlaye ma la arki doonaa Soomaaliya ciidanka booliska uu la burara kaliya wataan warbeeshiina iyo beelaha la midka ah iyo qawaarishta markii hubka laga dhigo maxaa u diiday inuu booliska u ulbudo kool galo inaad eero ka tiinada ugu dartay qofka dambilaha inay xiraan la rabaa warba kalmaan cid cunaq wateen saari ka dhaama jidho hubkoodana waa haysanayaan nin war Bashiir dheer oo hubka kalmaan ku faanayso ma ulaha abwaan guura war kalmaan maanta maalin kaftan ma ahana tacsi qaran baa dhacday maanta waxa xijaabtay gabar Soomaalido dhan wada taqaanay war Allah u naxariistay waa tuma war geeri degdeg ah dhacday oo ajashii dhamaatay ifka joogi mayse wasiirad qadiisa maxamed diiri maanta jabuuti ku xijaabtay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war geeska afrikoorna laga yaqaanay xildhibaan wasiir qadiisa maxamed diiri ehelka iyo Soomaalida iyo qaraabada iyo ciyaalkeedii iyo dhamaan asxaabta samir iyo maana Allah ka siiyo warbo maama qaran bay ahayd qafar Allah dambo arriyadaha Allah u naxariista marwa qadiija maxamed diiriye dadkii ay ka dhimaatiyo taaymada caruurta dadka iyo dalkaba samir Allah ayo ka deeqsi Allah ayo ka deeqsi